إدارة الأداء الـ Performance Management هي من الأمور اللي كتير نحنا ما بنعيرها أهمية. يعني بنروح بنتعب بتشكيل الاستراتيجيات، بنتعب بصياغة الأهداف، بنتعب بكتابة الخطط، ولكن بس نوصل لموضوع إدارة الأداء وتقييم الأداء بنوقف هون، لأنه إدارة الأداء وتقييمه يمكن تكشف عيوب بالخطة اللي نحن حطيناها، يمكن تكشف عيوب في أداء بعض الأفراد اللي عم يشتغلوا معنا. فهذه إدارة الأداء نصيحتي إنه لازم تكون من أهم الأمور اللي بده يشتغل عليها القائد أو المدير، إنه بدك تحط أولاً مؤشرات قياس أداء رئيسية اللي هي الكي بيرفورمانس انديكيتر، وهذا أمر معروف، ولكن الأمر المهم إنك بدك تقيس شو اللي بيستاهل قياس، يعني ميجر وات ماترز، لأنه بعض الناس بعض المؤسسات بتروح بتقيس أمور لا علاقة لها بمستويات النجاح ولا علاقة لها بتقدم تلك المؤسسات.